السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم بفيديو جديد ويوم جديد، وإن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم. إحنا اليوم يا أخوان في منطقة الوحدات عند مربي من مربيين الحمام القدام، ما شاء الله عنده بكش بجوز فوق 70-80 حبة، هذول بس الفراخ ما شاء الله صلاة النبي. طبعا زي ما انتم شايفين هاي كلها لسه مش مطيرينها، زائد فيها انا ما شاء الله في فيديو راح يكون ان شاء الله اليوم رهيب جدا. خليكم معنا نلف لكم لفه سريعه على الجواز بشكل عام، ونعطيكم شويه معلومات عنها عن طريق العرض البطيء، خليكم معنا. أصدقائي إحنا عند أبو جواد، يعطيك العافية أبو جواد، والله يطرح لك البركة يا رب إن شاء الله. بدنا إياك تحكي لنا شوي عن حمامك، ومن وين بتحب نبلش؟ يلا خليكم معنا شباب، بلش معنا أبو جواد. بذر البلدي معروفة، شكالي شكالي، يعني شغل أروم أسويه هذول ما شاء الله. بذرة حلوة، حلو بذرة كش يعني ما شاء الله. إيش صار حمود؟ وإحنا في عنا هيك، في عنا الثقل وعنا الراس الأول. طب السؤال، الشكالي ايش تستخدمه، ثقل ولا راس اول؟ والله شوف هو حسب الدعك، برجع للفرخ حسب ما تدعك حسب كيف كرشته. بس احنا على المنطقه اللي احنا بنكش فيها هنا يعني اذا تقول ثقل ثقل. طيب الشكلي هذا شو تقييمه عندك انت؟ يعني قديش من 10؟ يعني اذا تقول من 10 يعني 8 من 10 7 من 10 حلو بالنسبه لي، يعني في ناس ما شاء الله في مستويات، مع انه حباكه حلوه يعني ماشي. بس احنا الواحد يعني ما في احلى يعني. الله يطرح لك البركه. واحد يا رب عنده طير حلو بتلاقي في عنده في احلى. صحيح كلامك مزبوط، هذول جوز برش ما شاء الله صلاه النبي، هذا جوز النبي على زي غزيات مقرفل ما شاء الله، جنوب قرق طالب زي تكش فك طلع برجي فج امسك بيدك عادي ما في مشكله. هذا طبعا جلد. طبعا يا اخوان مبدئيا الحلقه هاي راح تكون جزئين، جزء عن الزق وجزء عن الكش عشان تكونوا عارفين من هسه. ايوه بذر حلو طبعا، هذا فرخ العام حلو وصلنا لعب تيوب. هذا الجلف من مخاليف العام، طير حمام هو، بس كنا على بروق ناخذ منه فرخين منه وعشره. الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك. حلو ما شاء الله صلاة النبي. انا في كمان عبسي، يعني مخاليف العام انا اغلبيتها نزقها هسه بنزقه عشان يقوى ولا عشان تستفاد منه؟ والله سنتين. حلو مش كثير منه، يعني تشوف الفرخ اذا فرخك اذا ما حضن بيض على سطحك وزق على سطحك مشي لك. صحيح جارك بوخ ضد نزع بزقه بقعد. الفكره انك تخليه ياخذ بطن عشان يقوى بزياده، لانه الطير انت بالبدايه بتجربه، اذا مخه نظيف تاخذ كمان من فراخه عشان فراخه راح يطلع مخه نظيف. العباس معروف مخه صحيح قفل صحيح. وبعدين لما يزقه عندك طعمي عندك خلص. الله يبارك لك. ونزق برجيك. الله يبارك لك. شوفي عندنا هاي كمان. تعال نشوف شو صورني هاي. ليش اصور؟ عليكم مال. بغادني. حلو. بذر مليح هذا الكش، هذول تكالجي صفر، شغل زينه. طب سؤال. التكلجي بتعيب الطبعات اللي على الراس هاي؟ لا. اللي مخربط؟ لا 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 لا. الا ما يجي طربوش. حلو. طالع المهم مش القرفيله والصفار وما يكونش مدمر. تمام تمام. يعني قرفيله ورده مش قرفيله. تمام هذول كشامره؟ كشامره ما شاء الله. زرزور يعني لا شغل راس اول يعني. حلو وهذول؟ هذا حرادين ما شاء الله صلاة النبي. هذا حتى قمنا عنها الفحل عشان تجي تبيض وهي تحتها فرخيه. الله يبارك لك يا رب. عندنا هون هنا كمان هذا برضو عبسي اصفر صلاة النبي من المخاليف ما شاء الله يا اخوان ما شاء الله عليه. عبسي 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 يعني. طب سؤال القفل بيأثر على عبسي؟ والله شوف شوف العبسه لو كان زمان بدناش هسه ما بيأثر ما بيأثر، لانه اصلا لو عندك جوز صفيات وتزقن على بعض الا ما يعطيك مقفل. يا عيني عليك. وبعطيك كمان في منه بعطيك ذره بصل كامل. هذا يا اخوان بأكد كلامي انه قلنا لكم العبسي ما بيأثر عليه القفل اصلا، العبسي الاصلي مقفل. والامازونيات الامازون الاصلي بيجي معاه قفل. صحيح صحيح صحيح. في كمان جوز شكالي طول ما شاء الله صلاة النبي. هذول اشفار طبعا، هذول العروق
هاي هوايتك؟ بطلعش عمل بزرين. وهاي خشت ايش؟ هذا خشت الصيد ما شاء الله. شو صدت اليوم؟ صدت ايش اليوم؟ والله صدت. شو صدت اليوم؟ فرجينا. صدنا الأرباش هذا. ما والله غلط اللي بيطلع حرام الأيام هاي. أنا هذا بدي أحكي. استنى شوي. ارجعوا لي شوي والله. أنا امبارح ضربت طبشيري. تمام؟ فرجيتهم على التلفون. فرجيتهم وأنا بصور. فرجيتهم صميات وهالقد. ورقبته لسه مش لابسه. هذا غلط. وقلت لهم هذا غلط ايه؟ كملوا انت غلط ايش؟ غلط اللي بيطلع حمام وهز. يا عيني عليك، يعني انا كلامي مظبوط اللي قلته. 100%. ايوه. عم الحمام لسه ما خلصت. يا عيني عليك. بقول له شهر 11 متخلص. يا عيني عليك. هاي سميته نسل والله علمك اجى حط لحاله ونكشته في العب واخذ ضرب ورجع حط. يا عيني. مش قادر يطير. مش قادر. هذا يا اخوان بأكد كلامي انه يا اخوان الحمام لسه ما جهزت. لما يجيني واحد يغلطني على فيديو ويقول لي انه انت بتحكي انه الحمام ما جهزت، انا حمامي كلها جاهزه، انت مسحب حمامك عمي، انت مسحب حمامك، وهي اكبر غلط. حمامك اخرتها راح تتضرب زي هيك. والله جه حط لحاله. هذا سبحان الله يا اخوان، والله ما انا متفق معك، متفق معك شيء، والله صدفه يا اخوان صار. هاي الحمام والله هسه من هسه بنلف عليها، هي قويه كمان، بدنا نفرجيكم اياها لسه مش جاهزه. هاي اللي برا كل الافراخ وعلى الجو هذا مش قديم كشي. الله يزيدك يا رب، الله يزيدك. كلها صيد يعني. كلها صيد. ما شاء الله. بوز احمر وزي العباد. هذا صيد اليوم. طبعا. ما شاء الله صلاة النبي. طبعا الخشش هاي سيبنا منها، خلينا بالزق حاليا. ان شاء الله. هذول برضه هذول كلهم يعني اغلبية الزق انا اللي عندي مخاليف العام. حلو. ركبت مع هذا العدسي. يعني قواياك نعتبر. ايوه. حلو. هذا العدسي. من الزق العام يعني المخاليف. ما شاء الله يعني بتدز عباسي اخوان حمامه حروق اغلبيتها، لو تشوفوا الرفصة ما فيها الاشي اللي تحكي عليه يعني انه مش حلو. صلاة النبي. ما بمسك الا حمام. تقدر تمسك طبعا. صحيح ما شاء الله صلاة النبي. حاطه على على عبسية حمراء. عبسية حمراء. ما شاء الله صلاة النبي ما شاء الله. عندي نقول نوريها توت حبة حلوة. ما شاء الله الطيرة عينيها حلوات. جفنها حلو والفحل حلو. ما شاء الله ما شاء الله. صلاة النبي. زي ما قلت لك. دقيقة شوي بالله خلي ارد. وين؟ اي النوريات. حلو. هذا هو البرابسة. برابسة. ما شاء الله. برضه يعني هذا مخاليف العام. تمام. طبعا على بربرسية بنقعدوا. بس تقعي يعني انه يحضن بيض يا اخوان. تستفيد فرخ. تستفاد منه شيء. هاي يا اخوان هذا النظام نظام تبعين ايام زمان، الفرخ لازم على لازم يزق، لازم يزق. انا قاعد اجيب مخاليف من جنبي يا زلمة بزق وبقعد. صحيح. شو هذا لك هذا؟ طاير. شو هو هذا ما شاء الله؟ ما شاء الله خشين صلاة النبي. ما شاء الله. كمان هذا من قوايا العام. كل اغلبيه كل ما شاء الله صلاة النبي ما شاء الله. يعني الواحد بكش له فرخ. اكيد صحيح. الله يزيدك ما شاء الله. هذا مزهور مضبوط. طبعا انا في التنظيف يا اخوان تعليش يكتب علي. الله يعينك. بحبش انظف الزق الا بعد ما فرط الزق. كل يوم تنظف الفيروس بقلب بعضه والفراخ بتروح. انا شايف له مضاد يعني بكنس السطح، بعطي مطاعيم، ادوية، علاجات في المي ونيوكاسل ومطعوم زيات. صحيح. المطعوم اما التنظيف وكل يوم نظف اهمل فيها اسبوع كلها بتفرق. سؤال، المطعوم منيح؟ منيح. يعني فلنفترض نسبة نجاحه ب 100 فرخ قديش؟ بدك تقول 80% اقل شيء. يعني اذا بدي يموت بموت 20 فرخ من 100. من 100 اذا تبعت ما بموتش. انا الحمد لله هاي عندي فوق برا شايفين هذول. الليميتات عندي ثلاث اربع. ما شاء الله. وهي عازل 28 فرخ شايفك؟ هذول فطمة جديد. ما شاء الله. يعني بصير المطعوم منيح. مطعوم امشي مطعوم نيوكاسل رافع مناعة في الجول زي بعطيها خلف المي غطيتين. حلو. هذا بنحكي عليه فترة الكش. هذا برضو مزهور. ما شاء الله. شوفوا اخوان وجه. برضو ايش؟ عين. من المخاليف. ما شاء الله. الله يزيدك يا رب. وبرمي فرخ حلو. اكيد طبعا. اما تروح تشطر جهاز حكي فوق. وبرمي لك مخ ابوه. فيش مجال. اذا فرخ ما دعكت بيدك. والله صادق. ما شاء الله. اخذ برضو المخاليف العام. اخذ جلف الغالي. صلاة النبي. ما شاء الله هذا مخلص ما شاء الله. شوفوا بس بده شويه على الصماي. امبارح الزق سبحان الله برمي على طول. وهو اصل الزق يا اخوان اذا ما لو ما رمى يعني انت اصلا طير زق عادي ما بتفرق معك. هاي مفقس ما شاء الله. ما شاء الله. الطواير وين بتروح فيها بعد ما تخلص؟ بتضلها تغطى بخش كل. حلو. ومحشوره وعلفها عنده وهذا بتعبد براحتها. حلو. لا لا الموسم الجاي. يا عيني عليك يا اخوان الزلمه من ايام يعني اقول لك من ايام زمان عن جد. ما شاء الله. رنفلية صلاة النبي عليها. من كثر ما يخشني بتكسر البيض، فأنا بحضن من تحت، بسحب بيض وبرمي تحت. حلو حلو. اخوان طيرة على حبتها، بلدية أصلية. أصلية 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 يا اخوان.
صلاة النبي طلعوا الجفن الوجه سوري ما شاء الله طلع طيرة عن الطيرة ضخمة ضخمة مبينة ما شاء الله فحيلها كمان على الأغلب زيها ما شاء الله ما شاء الله أنا عجبتني عندك العمريات الحمر فعليا جميلة عجبتني في طيرة هنا كانت صلاة النبي ما شاء الله عليه يعني البزرة صحيح مو خص سكسفونيات كيف في المطار قوي حلو بتحمل أكيد ما شاء الله شو تكالجي كالجي سود هي وديت مكابي سود ما شاء الله بس كالجي زرق طبعا انا بحب اللون لانه عنده فوق 400 لازم تلون صح تزبطش تخليها نوع واحد ولا لون واحد المكابي هذول برمن ملطش ولا صافي والله هيك وهيك بس الاغلبيه صافي ما شاء الله ما شاء الله الله يزيدك يا رب هذا برضه بوز من مخلف هذا كمان من القواية ما شاء الله ما خليه في طلع يا اخوان بياضه بجنن وجفنه بجنن صلاة النبي الله يزيدك يا رب الله يزيدك الله يزيدك ما شاء الله العمرية الحمراء ما شاء الله صلاة النبي عليها جميلة حبة يعني محترمة صلاة النبي ما شاء الله والله مساء فرط ذك يعني هنا بوا السود ما شاء الله شوفك هاي بزرة السوداء صلاة النبي هاي يا اخوان هاي بزرة البواز السود الصح زي المغطى هاي لسه ما قالش ما شاء الله عليها جميلة حاط على ابيض رامي اسود رامي اسود ابيض ما شاء الله صلاة النبي كله تركيب على الاسود طلعوه من الابيض طلعوه من وين دي طلعوه غير الابيض ما شاء الله صلاة النبي جميل صلاة النبي طبعا كلها قوي الفرخ اشوف كيف طالع ما شاء الله حقته جميله يا اخوان الفرخ كمان صراحه واحد من المخاليف فرجيك لما خلاص شوف قديش هسه بتقول يعني بتقول مش هالحلال طلع بس يخلف ببين بس يخلف بوز ما تحكم عليه الا بيرمي صمات صحيح صحيح هاي والله بزرة البواز جميله عند ابو جواد حلو طبعا انا البوز والشفر عشق ايوه ما شاء الله سنه حبيت افرج هذا كمان برضه شايفون هذا جلف برضه مخلف على جلفين حلو صلاه النبي فرخن يا اخوان الجلوف والله زي اللي بتخرج بوز طلع سهل في الحمام سهل ومخ ما شاء الله الشكالي كيف مخن صحيح دس على كمان والله شكالي شوف صلى على الفرخ بالنسبه للفراخ شو مكان فرخ وعي حلو التوعي حسب جردك صحيح واعي مظبوط بعدين دزه صحيح ادعك وصح بيطلع زي المراسبي معروف صحيح يعني. صحيح هاي البوز هذا البوز مخليف هذا مخلي هذا مخلي هذا ابن الجوز ابن الجوز صلاة النبي يا اخوان صلاة النبي عليه جميل جدا بين صح بين جفنه وسع معماله بين ما شاء الله طبعا حامل 19 رامي وجه حلو استنى ركبت تركيبه جبت هلولة تركيب هذا اللي بدنا اياه نشوف في ناس يحب التركيب عندنا شوف الزاجل ما بيمشي معي في الحمام يعني كش عروق وزواجل ما بزبط ما بزبط العروق ما بلاحق ما جناحه ما بلاحق الزواجل ركبت انا البلجيكي الزاجل حلوة شايفين عشفر عشفر شو رمن جبت 15 طيرة وركبت العشفور رمي البلاج بلاجك رسميات بلاجك. بس مخ بلاد جناح فرخ بتطلع بقوم بحطش وبحط مع الحمام ما بسحلن ترقصن ما شاء الله فيش هاي دول اولاد هاي اولاد هنا يا اخوان قط جنب بعض قاعدات هاي كمان عرص هاي طلع طول عرصه هاي اغلبيه زواج كل شيء بلاشك يا اخوان اهليهم امهاتهم زواجل اشفار حلص ومن اشفار زرق ما شاء الله ما شاء الله طبعا في عبسه طلع انا شوفي يعني هاي كمان جوز زين هذول البلاجكه هاي كمان جوز نوريات سود جميلات يا اخوان ما شاء الله صلاه النبي فحلوان طبعا اللي كل اغلبيه الاخوان ما شاء الله انت بزق فرخك يعني اكيد راح يكونوا كلهم اخوان او طبعا طيب الفرخ بعكف بهزب ما شاء الله صلاة النبي بعدين والله اعطيت صاحب الي وفراخ الهم فراخ الهم زقن على بعض ما شاء الله فراخ على بعض فراخ رمي له كشكي ذنب ابيض ما شاء الله من اغلبيه برمن مفتل حلو ما شاء الله عليه طب معلومه النور الاصلي صحيح لازم يكون مفتله والله مش شرط في مفتل في مفتل في
انا بقول لك اولاد عاديه رامن عند صاحبي كشكي ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا صلاه النبي يا اخوان، صلوا على النبي يا اخوان، الكل يذكر الله ما شاء الله. صلاه النبي قديش حبه هدول ابو جواد؟ والله 120 فرخ صراحه، على 40 كلها فراخ سطحك ولا مشتريها؟ لا لا ما بشتري. ما بتشتري؟ حلو ما شاء الله صراحه يا اخوان. شفتوا كيف هذا بيدل؟ هذول ال 40 لسه مش مكروشات. لا لا لسه هي قاعدات. هي قاعدات ايوه، توعيتهم بتوعي فيهن ما شاء الله. الدور عالي هاي ما شاء الله. شوفوا صلاه النبي يا اخوان، هاي كلها فراخ صلاه. حتى كيف البلاجكا كيف عزلات لحالهم يطلع. صحيح صحيح اخوان، اذكروا الله وصلوا على النبي يا اخوان، الكل يصلي على النبي يا اخوان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم امين يا رب. شوفوا ما شاء الله ايش جميل. ايش حجب مهدي كيف وضعك؟ وين ابو الحارث الشايات هذول؟ ها يلا هذول شفر احمر ما شاء الله. هذا بزره تقديمه الشفر، ها بزره تقديمه ما فيش منها هاي. في ناس بفكروا، في ناس بفكروا مراسلي هسه الايام هاي صح؟ الناس بقول لك مراسلي. صحيح ما شاء الله صحيح. شو برمن على هاي الطيره؟ بيضه هاي فرخ احمر، كان شفت شيء احمر احلى. هي ايوه جنب الشكل والله العظيم لاحظت عليه بس طالع عن جد ما شاء الله مكبر وجميل. يجيك رميتي ما شاء الله. هذا مش حاجه مقرفله طبعا. الفقع سوقي صار ب 500 و 600 ما راح انا هسه راح سوقهن هسه ما في. احنا هذا فرخ شر بس بدي تعقيب صغير على طلع شايف عزله؟ عزلت البلاشكا. والله يا اخوان البلاشكا والشفار عزلين لحالهم صح؟ البلاشكا والشفار صح بس؟ والله يا اخوان عزلين حالهم اقسم بالله. اللي بده يدز راسه هو اللي ركب التركيب. شوفوا كشتين صارت. شوف شوف الجنح، شوف الجنح انت مسرعه يا ما شاء الله. صلاة النبي يا اخوان ما شاء الله. الله يبارك لك ابو جواد، الله يطرح لك البركه يا رب. ايش عندنا هون؟ انا الشخص اللي بدي افرجيك انا الطيره. طبعا في ناس بيقول لك انه برمي هذه الطيره ضرب تضرب. حلو. بقول لك قلت خلينا نرميها على الفحل اول ست وصيت بدي اقعد. حلو. فهمت علي؟ طلع كيف؟ ساحلم ساحلم رمت سليم لانه في السليم برمي فيش. اكيد اكيد صحيح 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 ما شاء الله. الله يحفظك. شوفي عندنا هناك ما شاء الله طيرة جميلة يا اخوان ما شاء الله. وين؟ استنى شوي. هاي ابو سمرة قاعد ماسك لي الكاميرا الثانية بصور فيها. ايوه يلا ايوه نكمل. هاي قرقطية ما شاء الله فحلها. أيوة أنا بمسكش الزق يعني بقرب أطلع عليه، أنا يعني بحط الجبل ما أحط على يعني الزق عندي مش متعود المسك برضه. طبعا هذا المخاليف ما شاء الله. قرقاطي جميل يا أخوان، رأسه ملفوف صلاة النبي. نزلة كش حلوة أكيد حلوة يعني وجميل الطير يعني ما بتقدر تذمه. هاي خلفة البلاشكا ها. إحنا خلينا نشوف البلاشكا يا أخوان. خلفة البلاشكا ما شاء الله صلاة النبي. طرف يعني اسمه ما فطمنا لا اسمح له. وين هدول الصواريخ بيطلعين ما شاء الله صلاة النبي. حلو وبمشي معك وبهمك مخ ومخ هذا زي هيك لازم تفطمه اصلا. هذا بيطلع ما بينزلها. انا بحب افطمه لما يصير ياكل عشان ما يتعب. حلو بده يقعد اسبوع لما يتعلم الاكل يكون صحيح. ما شاء الله. هاي كمان كل نفس اللون هذا ما شاء الله. بزركم حلو قاعد تحكي عليه زاجر كمان. ما شاء الله صلاة النبي ما شاء الله. هذا النمريات الولد. هذا والله الفعل صوت جديد وحطنا على طيره عشان اكون صادق معك. حلو. شفار ما شاء الله مهتم بالشفار كثير. انا بحب الشفار ما شاء الله. هذا الشفر جميل يا اخوان، بزرته وحلاسته حلوه ما شاء الله صلاه النبي. على شفراي وتحت شفار وتحت شفار ما شاء الله. تحت ايش بلاش كولا لو صح له السطح كله شفار ما شاء الله. ما الشفار ما بندمش فيهم وما شاء الله سطحك مساعد ما باثرش نهائي. الشفر لما ينقطع معاك الشيش ما بينزل مع ضرمه خلص صحيح. مش بربط بيطلع البوز منيح بس البوز بربط بربط صح. اما الشفر عرف مش بربط بيطلع صحيح وتهد زواجه.
تحت زواج بلاش زواج لا هاي بلجيكيه على عشفر. طبعا انت حاط البزره هاي بس بلجيكيه عصفر عشفر هاي بلجيكيه عصفر عشفر اي شيء على احلى ما شاء الله. هذا الورم الشفر ضروب حلو ما شاء الله. الشفر كمان شفر انت بتحكي على شفر ضخم شفر جميل مش اي كلام الكلام يعني حلو مرتب انسى ما شاء الله صلاه النبي. هاي الفراخ اخوان طايره ما شاء الله لسه اللي لسه بجرد حاله بتلقاه نازل مريح. هذا كمان شفر يا اخوان الفحول كليتها شفار والطواير مراسلي زواج البلاجكه او زواج خلينا نحكي ما شاء الله. شوفوا يا اخوان الطيره صلاه النبي مخ انت بتحكي تحكي عن مخ تطلع مخ والله ما بتخاف على فرخه ولا بتسال ولا بتخاف عليه ما شاء الله. انا طبعا هاي كمان بجوزها ولا زبون على بلاجكه برضو هذول شفار برضو هذول اثنين اثنين اخوان هتفرجيك اخوه نفسه ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذا الشفر اللي بيحكوا له اخضر ايوه ما شاء الله عليه بلجيكيه كمان ما شاء الله براميليات. هذول براميليات ليش مطلعات زرق ما شاء الله ولا محضن ليش محضن براميليات فرق رمل براميليات صار شكلي شايفه شكلي والله مبين ازرق تحت عندي مبين ازرق والله الاهالي تلاقيها من بركبون الطلالع تركيبات برمن على بعض صحيح طبعا. بس هل رميه الشكلي هاي تعتبر غلط بالنسبه للبرمليات؟ شوف انا مش يطلع حبكين وكامله انا اللي بطلع حبك ومدقدق ماشي بس انا كواحد بدي ادور على بدور على على برمليات لقيتهم برملي شكالي مش تطلع هاي غلطه؟ اذا رمي شكلي ثابت حلو تمام انا مخاف اني برمي لك حبكين وكم من دقه لا تميزه لا شكلي ولا هو برملي صح انا رمي هذا شكلي عين بين حباك بس مش صحيح صحيح يعبر من الظهر ابيض يعني رمل عندي الظهر ابيض يعني طلع انصافي خلاص تمام تمام ما شاء الله الجوز جميلات يا اخوان جميلات جدا صلاه النبي. هنا هاي هاي فراخ هذول اولاد البطن اللي قبل ها طبعا بفك كتف بس كتفنا حمار عليه هذا بفك حمار بفك بياض هاي اخوان ما شاء الله صلاه النبي ما شاء الله صحتهم حلوه يا اخوان وحجمهم ما شاء الله كثير كثير منيح. شو بالطعم خلطه انت شو خلطتك؟ والله خلطه عاديه خلطه مع خبز ناشف مغربل وماشي عليه منيح. هاي هذول كمان جوز ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان البراملي براملي حجم يا اخوان وصحه ما شاء الله الطير معروف هسه احنا بوقت رمي ريش يا اخوان معروف الطير هسه ما لبس الطير تعبان مهلوك مش مطلع الريش كيف بطير ويجي ناس بتقول لك خلص مبروك لسه ما خلصنا مبروك معروف الشيء الاهم مش ما يكونش مدمر يعني لا دمر ولا ثاني اموره تمام ما شاء الله عليه صلاه النبي. شيء جميل ما شاء الله شوفوا ما شاء الله الفراخ اخوان صلاه النبي الله يطرح له البركه يا رب ما شاء الله الله يزيدك يعني يا اخوان احنا بنحكي عن 120 فرخ وبجوز في 200 ها 200 كبار بعرف ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان صلاه النبي شيء جميل شوفوا مسوت صلاه النبي ما شاء الله شفت واحد فوق جميل ابني شفته ما شاء الله عليه هذا طبعا على مزوده سوداء انا رميه ما شاء الله صلاة النبي شوف ابو حاكم شوف الطيرة ما شاء الله صلاة النبي طيرة ما شاء الله عشر ثواني ما شاء الله صلاة في فرخ والله بدي افطمه مش عارف انه في فرخ كمان او مش مركز والله انا شوف رزاق بقول لك انا بتبع ما شاء الله خلفتهم اخوان جميلة خلفتهم جميلة والله الحق ينقل ما شاء الله ما شاء الله الله يزيدك يا رب الجوال شو ضل عندنا؟ ضايل لسه ما شاء الله ما شاء الله هذول ما حضرناش نطلع من تفريحنا انا بحبش امسك ولا بحب افوت عليه ما شاء الله لورنسات لورنسات زرق يا اخوان شيء جميل بلاشكا هاي الطيره ما شاء الله ما شاء الله هذا الفحل هاي الطيره بس ما بقدر افوت مد ايد عليه هاي كان بيضات حاط بين الفراخ الصغار ما شاء الله براحتهن احلى شيء انك تركني براحتهن اصلا طيرة جميلة يا اخوان جدا جوز جميلات اصلا بشكل عام اي فلم شفت عجب اقول لك ما بقدر طالع عندي روح شايف ما شاء الله
ما شاء الله طلع الفريق طالع بده يطير يا اخوان. مخ يا اخوان والله مخ. صلاة النبي طلع. فعلا كان عندي بزرة انا هيك عندي بغاد نبيض كان زي هيك الفريق ما يغلب. شوف ما شاء الله يا اخوان الفراخ مش فرخ طالع بده يتفرج حواليه او بده مش عارف وين رايح. فرخ طالع بده يشرد فعليا. ها والله وين كمان الشكالي ما شاء الله. انا هسه هو الشكالي فاقع صيته. وانت ماشي مع السوق؟ والله هو فراخ ما شاء الله ما شاء الله. بس في شيء غلط بحبكه؟ في شويه صفار. ايوه انا ليش احنا عشان بنعلم الناس زي ما بيحكوا. عرفت كيف؟ في صفار ولازم يجي ابيض. لازم ابيض ايوه هذا يعني بيتعب. بس بالنسبه للشكل بالنسبه لك الكشيش اصلا تفرقش. ايوه بدك تكش فرخه انت مش فارقه معك او بدك تكشه هو نفسه. اي يعني فرخه ما شاء الله فرخه صحته منيحه وحباكه بيض. ولا تدمير ولا ما شاء الله. الله يبارك لك يا رب. بلوك نشوف البلوك ما شاء الله. بنسى طبعا. بعدين انت موزعهم مش حاطهم بمكان معين بس عشان الصبح. ما شاء الله صلاة النبي ضخم جدا لبلك مش عارف يمسكه بايد واحدة. صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله. اشي جميل يا اخوان والله اشي جميل. ما شاء الله مطوقه ما شاء الله. بذرة حلوه تعال شغل الواحد صبابه. صحيح طبعا ما شاء الله ايش جميل كلها راس اول بنفعش. صح صح صح. طيب من عندك من مكانك هون السؤال بس هيك سريع للي بده يزق بده يربي زق شو بتنصحه يربي حاليا؟ يربي شغل كش دز كش ودز اشفار كراكبه كشامله. انسى تشوف الطقطيق كثرتها مش حلوه مش حلوه. صحيح انا زقيتها اول ما فقع فيها والله بتنكس الكشيش. خذ مني الا ما ينصاد الا بتلاقيه فرخ جامد لما يخرب بنصاد بنصاد بنصاد. صح بتصير ما يعني كثرتها مش حلوه. نور اثنين ثلاثه الحمام بركة. صح هيك يعني من زمان. اما انت العبسي كيف بالكش بغلط؟ لا العبسي حسب الكرش بس العبسي بضل العبسي بضل اجمل من النور. ما شاء الله البربر يستاهل مخر منيح بالراس. صحيح بس كثرة الالوان في الحمام مش حلو. صحيح بدك هيك بواز اشفار قلاقه تيوب كشامله يعني ما شاء الله. تتعب على فرخ بتلاقيه يعطيك العافيه. خلينا نفوت على فقرة الكش. طبعا يا اخوان هيك احنا ختمنا الحلقة هاي. استنونا بالجزء الثاني عند ابو جواد على الكش. هيك حبايبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى اذا عجبك المقطع تشاهدنا اول شيء كامل. ثاني شيء تعملنا لايك واشتراك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لكم على فترة الكش.